يلا. يا ترى مين اللي اجا؟ انا بفتح. مين يا جانفي؟ آسف بس فجأة لقيت أخي تعبان كتير وهو رافض إنه ياخد الدواء حتى من آدي ابنه، وما عم يعرف حدا فينا، وأنا ما عم بعرف شو أعمل. الشغلة الوحيدة يلي يقدر يعرفها هي إسوارتك أنتي. أنا بعرف طبعاً إنه نحنا كلياتنا غلطنا بحقك وخجلان بصراحة، بس الواقع أجبرني إجي لهون. يا بنتي إذا فيك تجي معي بس هالمرة مشان أخي. لا مستحيل، جانفي ما بدها تروح لمكان. من بعد ما عائلتكم اتهمتها ظلم وافترت عليها، كيف رح تفوت على بيتكم؟ انت مكانك كنت رح تروح؟ معك حق، يلي صار ما بينتسى ابدا، بس انا اجيت لعندكم لانه جانفي بتقدر هي تساعد. لازم دائما تساعدكم، لازم هي تجمعكم ولازم تسعدكم كمان. وكيف بتردوا هالشي؟ انتو هيك بتردوا المنيح؟ بإنكم تهينوها؟ بكفي لو سمحت. لا جانفي، ما بكفي. بناتي أنا ربيتهم وبعرفهم منيح، حافظتهم. ما ممكن أتقبل أي كلمة غلط تجاه بنتي. وحضرتك بتعرف كتير منيح شو ممكن تعمل هيك اتهامات بالبنت. صبية وبعمر الزواج بتدمرها. على كل حال أنتوا غلطتوا بسمعتنا كتير، وأنا ما بنكر إني مو قدكن، بس نحن عيلة محترمة وأنا ما رح أنسى القصة بهالبساطة. جانفي ما رح تطلع من هالبيت، وهلأ يا ريت تمشي فوراً. رح أمشي، بس بدي أقلك إني كتير خجلان من كل اللي صار، وأنا اليوم ما عندي مشكلة، والمشكلة إنه أخي. جانفي بنتي إلي، وأنا من واجبي أحميها بهالدنيا من كل شيء. عن جد أنا أسف، يمكن رح أضايقها، بس الصراحة أنتوا ما بتعرفوا تحكموا على الناس. وأنا قلت لك شو عندي، جانفي ما رح تطلع من هالبيت. بابا خد الدواء تبعك. يلا ما بيصير. لا ما بدي. لو سمحت بابا اهدى شوي. بس بعدوا عني، بعدوا عني. ليش عمي؟ بس اهدى رجال، اهدى حالك، اهدى بس. لا ما بدي، ما بدي شيء. عمي لو سمحت اهدى شوي، ما بيصير تعمل هيك. اخي لازم تاخذ ادويتك لحتى ترتاح. ما بدي شيء، ما بدي شيء، ما بدي شيء ابدا. انا ما بدي شيء ابدا. طيب اشرب مي على القليلة، يلا أخي اشرب يلا. ما بدي. رافض إنه ياخد الدواء، وجانفي ما قبلت ترجع. عن جد؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.